أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا لهذا اليوم AC Measuring Instruments. المحاضرة السابقة أخذنا موضوع DC Measuring Instruments. القيم اللحظية للإشارات الكهربائية يمكن أن ترسم مع الزمن، لذلك فإذا كانت الموجة ثابتة مع الزمن، قيمة الموجة ثابتة مع الزمن، فنقدر نسميها Direct DC Signal. وإذا كانت الموجة متغيرة زمنيا، أي أنها تحتوي على جزء موجب وجزء سالب، فالموجة تسمى موجة متذبذبة أو متغيرة Alternating AC Waveform. هذا التغير يمكن أن يعاد باستمرار وتسمى الموجة في هذه الحالة Periodic Waveform، موجة دورية. تردد الموجة الأيسي نعبر عنه أنها عدد الدورات في دورة واحد، عدد الدورات لثانية واحد. لذلك فإن الفترة الزمنية لدورة واحدة بالثانية نقدر نسميها البريود، فترة الزمنية لثانية واحدة لدورة في ثانية واحدة هي T بريود، حيث أن التغير الـ AC signal قبل أن تعيد نفسها يمكن أن نمثل بـ 1 cycle. نستطيع إيجاد الـ average value للـ AC signal عن طريق القانون العام average value equal algebraic sum of the areas under the curve over length of the curve، المجموع الجبري للمساحات تحت الكيرف على البريود، اللينث اوف ذا كيرف، افريج سميشن اريا اوفر تي، اور افريج 1 على تي من 0 الى تي اف اوف تي دي تي. هذا القانون العام تكامل. اذا كانت عندي موجه ساين ويف وموجه مثلثه سن المنشار وموجة مربعة، استطيع إيجاد الأفريج كما يأتي. إذا أخذنا الموجة ساين ويف طبق عليها قانون الانتجريشن تكامل، أفريج 1 على تي من صفر إلى تي أوف أوف تي دي تي، البريود مالتها 2T من صفر إلى 2T، هذا التي البريود مالتها. الموجة الثانية السن المنشار لو نلاحظ أنه الديوريشن تي مالتها من صفر إلى 9، والموجة الثالثة الموجة المربعة من صفر إلى 10، هذا تي البريود. طبق قانون التكامل، نرجع للساين ويف من صفر 1 على 2 باي من صفر إلى 2 باي في إن ساين ثيتا دي ثيتا، النتيجة تطلع صفر. نجد الأفريج للموجة السن المنشار، نجمع مساحات تحت الكيرفات، افريج مثلث نصف القاعدة في الارتفاع زائدا صفر زائدا نصف القاعدة في الارتفاع على تي اللي هو 9. نستطيع ايجاد الناتج بالحاسبة. الشكل الثالث موجة مستطيلة، طبعا هذه موجة كاملة 1 سايكل تمتد من الصفر للعشرة. إذا تعيد نفسها مرة ثانية تبدأ من العشرة للعشرين وهكذا. استطيع إيجاد الأفريج مجموع المساحات، المستطيل الأول مساحته 4 × 2 زائد المستطيل الثاني 2 × 2، المستطيل الثالث 3 × 2 على 10. لو كان عندي شكل بهالشكل هذا، علاقة بين الـ F of T والـ T، خط مستقيم يبدأ من 0 0 إلى 3 6، يجب أن نجد الـ F of T لهذا المستقيم. نطبق قانون الميل، إذا تذكروا بالرياضيات هذا y minus y1 على x ناقص x1 يساوي y2 ناقص y1 على x2 ناقص x1، نعوض
القيم تظهر عندي النتيجة y تساوي 2x. الواي هو يمثل ال f of t والx يمثل ال t. نعوض f of t تساوي 2t. طبق القانون العام، افرج 1 على 3 من 0 إلى 3 من 0 إلى 3 حدود التكامل 2t dt. حل تكامل ال 2t هو t سكوير على 2 بعد أن تظهر 2 خارج التكامل، والنتيجة تظهر 3. لو نستطيع إيجاد الروت مين سكوير للموجة الأي سي أيضا، استخرجنا الأفرج اللي هو يمثل الدي سي، نستطيع إيجاد الروت مين سكوير اللي يمثل الإفكتيف أوف أي سي سيجنال. هذه موجة مربعة، القانون العام الروت مين سكوير تحت الجذر مجموع الأريا في سكوير على تي، هذا فور سكوير أونلي. هاي الموجة فور سكوير، أو نعوض الروت مين سكوير، لو نعوض القيم موجودة بالمثال ال في سكوير هي 4 المربع مالها 16 في 2 زائد 2 مربع 4 في 2 زائد 3 هو المربع مالته 9 في 2 على البريود 10. أو نستطيع تطبيق القانون العام اللي هو الروت مين سكوير يساوي الفي افريج الاف اوف تحت الجذر اف اوف تي سكوير، او تكامل 1 على تي من 0 الى تي اف اوف تي سكوير دي تي. ناخذ مثال، نرجع للمثال المستقيم الخط المستقيم، نستطيع ايجاد الروت مين سكوير الى اذا كان اف اوف تي 2 تي، فإن الروت مين سكوير تحت الجذر 1 على 3 من 0 إلى 3 2t سكوير dt تحت الجذر. نحل بالتكامل تطلع النتيجة 3.46. إذا كانت عندي الـ f of t هي ساين، إشارة ساين تمثل في ماكسيمم ساين ثيتا دي ثيتا، أستطيع إيجاد الـ RMS مالتها. نطبق القانون أيضا، نحل حل رياضي 1 على 2 باي من 0 الى 2 باي في ماكسيموم سكوير ساين سكوير ثيتا دي ثيتا. اعوض الفي ماكسيموم تطلع خارج القوس خارج التكامل، والساين سكوير هي تمثل 1 ناقص كوساين 2 ثيتا على 2، اعوض مكانها داخل التكامل وافتح حدود التكامل واكامل، تطلع عندي النتيجة نتيجة التكامل في ماكسيمم على جذر 2 لهذه الإشارة الساين ويف. أقدر أستطيع أنه أطبق قانون الفورم فاكتور اللي هو روت مين سكوير على الأفرج، هذا قانون مهم، والكريست فاكتور معامل القمة هو البيك فاليو على الار ام اس. من هذا قانون الفورم فاكتور للفول ويف ريكتيفاير، فول ويف ريكتيفاير هاي الاف دبليو ار تمثل فول ويف ريكتيفاير، والاتش دبليو ار هي الهالف ويف ريكتيفاير. فالفول ويف ريكتيفاير الفورم فاكتور له 1.11، هذا حفظ فورم فاكتور للهالف ويف ريكتيفاير 1.57. ننتقل الى موضوع اخر اللي هو الديناموميتر، ناخذ مبدا العمل مالته. يتكون طبعا الديناموميتر هو جهاز يستخدم لقياس التيار والفولتيه والباور الاي سي او الدي سي مثل ما اخذناه بالمحاضرات السابقه. يتكون من ثلاث كويلات، كويلين ثابته ستيشنري، هذا الكويل الأول وهذا الكويل الثاني ثابت ستيشنري، وكويل ثالث اللي هو هذا موفينج كويل. مرتبط التيار المار بالكويل الأول هو نفس التيار المار بالكويل الثاني ونفس التيار المار بالروتيتينج كويل. مبدأ العمل مالته يعتمد على التفاعل بين المجالات المغناطيسية للكويلات الثلاثة.
طبعا الكويل الثالث هنا مغمور بين الكويلات الستيشنري الثابتة. اوكي، يتولد عزم دوراني يدور الكويل المتحرك بزاوية معينة اللي مرتبط بمؤشر، تترجم هذه الحركة على شاشة او لونينير سكيل. هذا مقطع للديناموميتر، هذا الفيكس كويل الاول، هذا الفيكس كويل الثاني، وهذا الموفينج كويل مرتبط بمؤشر يترجم الحركة على شاشة من صفر الى فول سكيل ديفليكشن. هذا الرمز الكهربائي للكويلات، هذا اذا كان التيار المار بهالشكل هذا يمثل الجزء الموجب. اوكي، واذا كان التيار بالعكس هنا يمثل الجزء السالب للموجة. العزم اللي متولد داخل الديناموميتر اللي يسبب لي حركة المؤشر يساوي N B I M I A. ال I M هو التيار المار للجزء المتحرك الموفينج كويل، لذلك ان الفيض المغناطيسي يتناسب طرديا مع التيار المار بالجزء الثابت الاي فيكست. وبما انه الاي ام هو نفس الاي فيكس، اذا العزم يتناسب طرديا مع الاي ام اي اف في الاي الاي اريا مساحة المقطع للملفات، لذلك فان العزم هو الاي سكوير يتناسب طرديا مع الاي سكوير، لان التيار المار بالجزء الثابت هو نفس التيار المار بالجزء المتحرك. زاوية الانحراف الناتجة من العزم تتناسب طرديا مع مربع التيار الافرج، ذلك ان الـ RMS هو زاوية الجذر افرج F of T سكوير. لو ناخذ نلاحظ البلوك دايجرام للديناموميتر، قلنا يستخدم للدي سي والاي سي. اذا دخلت اشارة دي سي للديناموميتر، الدي سي مالته يبقى ثابتة، نقراه ثابت. إذا مثلا 4 فولت دي سي بالانبوت الاوتبوت 4 فولت على الشاشة، إذا كان موجة اي سي الانبوت فالاوتبوت على الشاشة هو روت مين سكوير وليس نفس القيمة الداخلة. إذا نستطيع إيجاد قيمة الروت مين سكوير بالقانون 1 على تي صفر الى تي اف اوف تي سكوير. يعني في الحقيقة القيمة اللي على الشاشة هي روت مين سكوير وليس نفسها الاي سي. من ذلك عرفنا انه الميترز يمكن ان تتقسم الى دي سي ميترز واي سي ميترز. الدي سي ميترز يمكن ان نقسمها الى بيرمننت ماجنت موفينج كويل ودينامو ميتر، كنا نستطيع ان نقيس بال الدي سي. بيرمننت ماجنت موفينج كويل يتولد بتورك يتناسب طرديا مع التيار، لذلك الانحراف او الزاوية هي ايضا تتناسب طرديا مع الانحراف. ديناموميتر التورك يتناسب طرديا مع مربع التيار، لذلك الانحراف يتناسب مع معدل مربع التيار. بحالة الاي سي نقدر نقسمه الى جزئين، افريج ريسبوندينج اي سي ميتر اللي هو يمثل ريكتيفاير زائد البيرمننت ماجنت موفينج كويل، والترو ريسبوندينج اي سي ميتر اللي هو قلنا يقيس الاي سي اللي هو الدينامو ميتر. لو ناخذ هذا الجزء اللي هو الافريج ريسبوندينج اي سي ميتر اللي ريكتيفاير بيرمننت ماجنت موفينج كويل، يتكون من جزئين، average responding AC meter يقوم بتحويل تحويل الـ AC، يقوم بتحويل الـ AC input إلى DC. DC AC measurement are made with AC to DC converters في هذا النوع. يوجد نوعين، half wave rectifier and full wave rectifier.
هالف ويف ريكتيفاير شكل الموجه الدائره مالته بهالشكل هذا. هذه موجه الاي سي تدخل على دايود، هذا الدايود تتحول الى دي سي، ونقراها على البيرمننت ماجنت موفينج كويل او الدي ارسونفال ميتر او يسموه الجلفانوميتر. لو نجد قيمة الأفرج على طرفي الجلفانيوميتر هي تمثل قلنا الدي سي، نستطيع أن نشتقها في أفرج يساوي في دي سي ويساوي في ماكسيمم على الباي وتساوي 0.318 في ماكسيمم وتساوي 0.45 فولت. يمكن إيجاد قيمة المقاومة الار سيريز اللي مربوطه على التوالي مع الدايود، ار سيريز تساوي في افريج على الاي دي سي ناقص ار ام زائد ار دي. الار ام هي مقاومه الجلفانوميتر هذه، والار دي هي مقاومه الدايود. من ذلك نستطيع ايجاد السنسيتيفيتي للهالف ويف وتساوي 0.45 sensitivity في الدي سي for half wave rectifier. for full wave rectifier الاي سي انبوت تسلط على بريدج تتكون من اربع دايودات مرتبطة على التوالي مع ار سيريز، او في بعض الاحيان يسموه ملتيبلاير، مرتبط على التوالي مع جلفانوميتر يقرا لي الدي سي او الافريج على طرفي الجهاز. الدي سي على طرفي الجهاز اللي موجود على البيرمننت ماجنت موفينج كويل هو بهالشكل هذا، هذا الدي سي. الفي دي سي او الافريج 0.637 في ماكسيمم. نستطيع ايجاد الدي سي عن طريق القانون، في افريج يساوي في دي سي 2 في ماكسيمم على الباي وتساوي 0.636 في ماكس. وبما انه الفيماكس هي جذر 2 في ار ام اس نعوض عنها تصبح 2 جذر 2 في ار ام اس على الباي وتساوي 0.9 في ار ام اس. نستطيع ايجاد قيمة الار اس او الملتبلاير عن طريق القانون، في دي سي على اي دي سي ناقص ار ام زائدا 2 ار دي. لوش 2 ار دي؟ لانه التيار لموجة واحدة اللي يمر بالبريج يمر عن طريق 2 دايود، وكل دايود هو ار دي ينجمع اذن طريقه 2 ار دي. لذلك يصير ار ام قيمه المقاومه للبيرمننت ماجنت زائد 2 ار دي، يصبح مقاومتين بطريق التيار. من ذلك ايضا نستطيع ايجاد السنسيتيفيتي الاي سي اللي هو يساوي 0.9 في السنسيتيفيتي دي سي فور فول ويف. الجزء الثاني من الاي سي الترو ريسبوندينج اي سي ميتر اللي هو يتمثل بالدينامو ميتر، هذا بلوك دايجرام مالته. اذا دخلت انبوت اي سي سيجنال للدينامو ميتر شنو الاوتبوت اللي اقراها؟ هو ار ام اس، وتتمثل القانون العام للترو ريسبوندينج اي سي ميتر اللي هو القانون المهم جدا اللي هو هذا الاوتبوت ار ام اس يساوي الافريج في الفورم فاكتور ترو. الفورم فاكتور ترو ذا فورم فاكتور اوف اني انبوت سيجنال. على هذا الكلام ناخذ اكزامبل مثال منطوق مالته. وات ويل بي ذا اوتبوت اوف ذا فالوينج ميترز اف ان افريج ريسبوندينج اي سي ميتر هالف ويف ريكتيفاير ريد 4.71 فولت اند ترو فورم فاكتور of input waveform is 1.41 volt. عندي أربعة أجهزة، الجهاز الأول هو دي ارسونفال ميتر، الثاني half wave rectifier زائد permanent magnet moving coil، الجهاز الثالث forward full wave rectifier زائد permanent magnet moving coil، والجهاز الرابع دينامو ميتر سلطت عليه half wave rectifier يقرأ 4.71 فولت، والفورم فاكتور مالته ترو فورم فاكتور 1.4 يريد الاوت. عندي القانون العام
الار ام اس ميجرد، بما انه هالف ويف اذن الفورم فاكتور 1.757 في الافرج، نستطيع ايجاد الافرج اللي هو 3 فولت. هنا نجي نطبق على الاجهزه. الحاله الاولى عندما يكون دي ارسون فالميتر، هذا تمثل دي سي، الافرج يعني يمثل دي سي. اذا اردت اسلط اقراها على الدي ارسون فالميتر، الدي سي يقرا لي دي سي، اذا الدي ارسون فالميتر ايش يقرا لي؟ 3 فولت. اذا هذا دي سي. دي سي اذا سلطته على هالف ويف ريكتيفاير زائد بيرمننت ماجنت موفينج كويل على هذا الجزء ايش يقرا لي؟ يقرا لي 4.71، يقرا لي 4.71 للهالف ويف. هذا هالف ويف، نفس المنطوق مال السؤال. اذا فول ويف، الجزء الثالث فول ويف زائد بيرمننت ماجنت، يقرا لي الفول ويف قلنا لي 1.1 فورم فاكتور 1.1 في الافرج، يظهر عندي الاوت 3.33. اذا كان عندي ديناميتر، اذا قلنا لي الاي سي ايش قد شنو اللي الاوت بوت ار ام اس، اطبق القانون ديناميتر فورم فاكتور ترو في الافرج، الفورم فاكتور 1.4 في الثلاثه، تظهر عندي الار ام اس للديناموميتر 4.242. انتهى المثال. اكسرسايز تمرين لكم واجب بيتي. What will be the output of the following meters؟ ايضا عندي اربعه اجهزه، الانبوت مالته دي سي 10 فولت. Find the output، هذا واجب بيتي عليكم، سهل. الآن لو نرجع للديناموميتر، هذا الرسم العام للديناموميتر، كويلين ثابتة، الكويل الأول الكويل الثاني، والكويل اللي بالنص هو هذا متحرك مرتبط بالبوينتر وهذه الشاشة. إذا أردت أحول الديناموميتر إلى أميتر، أوكي، لهذا الشكل، أربط الآر شنط، اربط ار شنت مقاومه، هذه ار شنت اربطها على التوازي مع الموفين كويل كما في الشكل. اذا اردت احول هذا الشكل الى فولت ميتر، المقاومه الار سيريز هذه اربطها على التوالي مع الموفين كويل، لذلك تحول هذا الشكل الى فولت ميتر. نجي الى موضوع جديد اللي هو الكلامب اون ميتر، يعمل وفق مبدأ الافرج ريسبوندينج اي سي ميتر. كلامب اون ميتر يستخدم لقياس التيار والفولتية الاي سي، اي سي كرنت اند فولتج ان واير without having the break، بدون ما نقطع الدائرة نقيس التيار. مبدأ عمل الكلامب اون ميتر هو نفس مبدأ عمل السنجل فيز ترانسفورمر، محولة أحادية التطور. لو نجي نشوف المكونات مالته، هذا القلب حديدي للكلامب اون ميتر اللي هو نفسه يمثل القلب الحديدي للمحولة أحادية التطور. السكيد البرايمري للمحولة هذا الواير اللي أريد أقيس، اللي يريد اقيس التيار مالته. هذا السلك هو يمثل لي البرايمري، السكندري يمثل لي هذا الجزء مرتبط بالمحولة، هذا الجزء طبعا مبدأ العمل عندما يمر تيار متغير زمنيا بالسلك راح يحث فيض مغناطيسي يحتف داخل القلب الحديدي الكوير اللي بدوره يحث انديوس اي ام اف داخل السكندري للمحولة اللي تكون لي تيار، تيار يكبر بواسطة الريكتفاير ويتم قراءته بواسطة البيرمننت ماجنت موفينج كويل. هذا مبدأ العمل الأساسي. هذه عتلة اقدر اذا ضغطتها راح الكور ينفتح، ادخل السلك واقيس التيار المار بداخله. هذا مبدا العمل البسيط. هنا
ناخذ مثال على الموجة الأيسي the symmetrical square wave voltage is applied to an average responding AC voltmeter with the scale calibrated in the term of RMS value of sine wave. Calculate the form factor. احسب الفورم فاكتور of the square wave voltage. The error in the meter indication. هنا عندي موجة مربعة الماكسيم في ماكسيمم ماينس في ماكسيمم والبريود تي. استخرج الفورم فاكتور والايرور. عندي قوانين العامة هذه الفي ار ام اس ترو تحت الجذر واحد على تي من صفر الى تي في اوف تي سكوير دي تي. بعد تطبيق الارقام بالمعادلة نستخرج انه الفي ام الفي ار ام اس هي في ام الفي افريج طبق القانون العام 2 تي من صفر الى 2 تي على 2 في اوف تي دي تي ايضا نستخرجها في ام. فورم فاكتور هو الفي ار ام اس على الفي افريج اللي استخرجناها تظهر واحد. الفي ار ام اس ميجر المقاسة بما انه فول ويف موجة كاملة اذا فورم فاكتور هو 1.11 في الافريج اللي استخرجناه هذا الافريج في ماكس نعوضه يطلع 1.11 في ماكس. اذا الايرور القانون مالته الثابت مالته في ار ام اس تساوي في ار ام اس ترو ناقص في ار ام اس ميجرد على في ار ام اس ترو في 100% تظهر قيمة الايرور. هنا استخدمنا رموز نقدر نعوض عن الفي ماكس بارقام ونستخرج السؤال بدلالة الارقام. اكسرسايز مثال repeat the above example. اعد above example يعني اوجد المطالب رقم 1 و 2 لهذا الموجة سن المنشار. اوكي سن المنشار هنا الفي ماكس 100 وناقص 100 البريود 4 سكند نصف الموجة 2 والموجة الكاملة البريود مالت التي هو 4. نطبق القوانين هذه نفسها ونوجد النتائج هذه تقدر تقارن مع حلك وتشوف حلك صح لو أو خطأ. لهنا نكون قد أنهينا المحاضرة لهذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله.